السلام عليكم اخوان. هذا الكائن معروف لدى كل من ياتي الى العقبه، واكيد كثير من الناس جربوه بيديهم ورجليهم. اسمه ابو الهيلمان، حياته طبعا بحرك في شوكو. انا ما بعرف طبيعه هذا الحيوان، ايش هو، كائن حي في له روح، بنقتل ما بنقتل. هاي بيحكوا انه هاي عين، هاي الفتحه اللي بالنص هي عينه، هاي لونها مختلف. الشوك هو بحركه، يعني هو هسه هو بحرك بحاله. طبعا احنا موجودين في العقبة، هاي الشط، احنا على الشط بالضبط. طيب رحنا نسبح فوجدنا كتل او هيك بقع لونها اسود غامق جدا جدا جدا. طبعا احنا بنعرف انه في شيء اسمه ابو الهيلمان موجود، بس ما توقعت انه بهذا العدد، يعني اعداد، يعني كل متر في اربعة خمسة، كل متر. طبعا معروف انه اذا حدا دعس عليه او مسك فيه بدخل الشوك في الايدين او في الرجلين وبصير لون جلد اسود. انا جربته بايدي مرة بعدد كبير، كان مؤلم جدا للغاية. فمؤسف الصحيح انه يكون شط مهيئ وفي مظليات وفي عاملين حمامات وخدمات، في المقابل لو ورد صغير نزل على المي ممكن هذا الاشي يطلع في رجله او في ايده. يعني اصل يكون في تنظيف، توعية، إزالة هاي الأمام. هاي هذا مكان سياحي الأصل، أصل إنه أنت بتستقبل سياح، سياحة داخلية وخارجية. على مستوى بسيط إنه مخلي كائن بهاي الأعداد المرعبة، بس امشي تقريبا 5 متر في المي، 5 متر بتلاقي هاي الأعداد. فوين المسؤولين؟ وين العالم؟ وين الناس؟ وهاي كمان نصيحة للناس اللي بتنزل على العقبة إنه يكونوا حذرين من هذا الشيء، لأنه بنكد عليك رحلتك وحياتك كلها بنكدها عليك. الله يجيرنا وإياكم، ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.